اسمي روسيل، عمري 13 سنة وبعيش بسوريا بحسكة، ونحن نجي على المدرسة بكامب تقاورقوس. المدرسة تعطينا فايدة كتير كبيرة، يعني الطالب لازم يجي على المدرسة مشان يتعلم، والأستاذ عم يعطونا الدروس ويتعبوا علينا مشان يصنعوا جيل متعلم مثقف. وأنا بدي أصير يعني دكتورة، يعني بدي بالمستقبل بدي أصير دكتورة. المدرسة مهمة بالنسبة لي، إذا بصير مهندسة راح أعمر بيوت الناس، وإذا بصير دكتورة راح ساعد الناس إنه يشفوا من مرضهم، وإذا بصير معلمة راح أساعد الطلاب إنه يتعلموا ويساوي جيل مثقف. المدرسة دور مهم بالنسبة للطالب، الطالب لازم يتعلم، والأستاذ كثير منيح، الأستاذ يعلمونا، ولازم الطالب يجي على المدرسة. هاي الشغلة كثير مهمة. أنا أريد أقول للطلاب اللي بيعيشون بالكندا إنه هاي المدرسة بتعطينا درس عربي وكردي وإنجليش، وأستاذ بنلعب هون وبنمرح أستاذ وما بنشتاق للوطن. Rosen fait partie des millions de personnes touchées par les conflits qui font rage dans le monde aujourd'hui. Le Canada offre des services d'éducation aux enfants qui vivent dans ces situations difficiles. Pourquoi? Pour qu'ils gardent l'espoir de se bâtir un avenir plus prometteur. Et parce que le vrai développement n'est pas possible sans la paix et la sécurité.